السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. معاكم محمد تحسين من قناه السرشاجي. ازيكم؟ عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ وحشيني جدا والله. النهارده احنا هنتكلم عن مشكله عويصه بتقابل اللي بيشتغلوا في شركات وبالذات على برنامج الاكسل. تمام. كل انا هتكلم عليه في كده مشكله بتقابلنا كتير قوي، ان احنا ساعات بنبقى عاملين الفيديو ده يا جماعه. لو انت مش فاهم اكسل او اللي انت مثلا الاكسل مش مهم بالنسبه لك، فخلاص ممكن تنزل حضرتك تتفرج على الفيديو في الفيديوهات اللي تحت. انا مش بتكلمش على الاكسل بس، بنتكلم عن الاكسل ومايكروسوفت، بنتكلم عن برامج، بنتكلم عن معلومات عامه، بنتكلم عن التخسيس، بنتكلم عن بناء العضلات، بنتكلم عن الساعات، ساعات الايد، عن يعني ازاي تختار الساعه المناسبه ليك وهكذا. الفيديو ده يا جماعه للناس اللي بتعمل في الاكسل وبالذات الادفانسد، اللي هي بتقابل مشكله كبيره قوي، ان انت لو في سيلز كده معينه او فاليوز معينه وبتبقى فاليوز قدامها عايز تنسخها كوبي بيست قدام المكان ده، او تعملها كوبي بيست في المكان ده. دي مشكله بتقابل اشخاص كتير جدا 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 في الموضوع ده، اللي انت ساعات ما تبقاش عارف يعني ايه تعمل كوبي من هنا على فلترد، على حاجات متفلتر عليها. هتفهموني، الحاجات اللي متفلتر عليها او متصنف عليها بتبقى انت مثلا عاملهم في تصنيف كده معين، وبتبقى مثلا حاجه من اول وحاجه في النص وحاجه في الاخر، فبتبقى في قدامك مثلا قيم معينه بتبقى عايز تنقلها من كوبي بيست بس مش عارف تنقلها. هي دي بقى الفيديو ده ليكم، وان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله هتعرفوا تحلوها عن طريق طريقتين. قبل ما نروح للطريقتين حضرتك، بس قبل ما نروح للطريقتين ان شاء الله ان شاء الله، اتمنى بس حضرتك لدعمي لو بعد اذن حضرتك. انا اسمي محمد تحسين، حضرتك بس تنزل الفيديو بتاعك، تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناه، ده لدعمي انا. لو الفيديو ما عجبكش شيل الانفولو على طول او شيل الانسبسكرايب على طول. شكرا جدا ليكم، ويلا نروح على الخطوات على طول. شكرا جدا ليكم، كان معاكم محمد حسين. كويس يا جماعه، اهو انا جبت لكم شيت اكسل. صح يا جماعه، يعني كبدايه كده انا عايز بس افهمكم حاجه. هو ما اسموش شيتا. كان في واحد من كام يوم بيقول لي ايه رايك يا استاذ محمد في الشيتا اللي انا بعتها لك دي؟ شيتا لا، اسمه شيت اكسل. تمام. شيت الاكسل اللي انا هوريه لكم ده في ان شاء الله احنا هنشرح ازاي نعمل كوبي وبيست على فلترد فاليوز، على الناس تعرف يعني، ودلوقتي في فلتر تعرف تعمل كوبي بيست فيه. تمام. دي شويه بيانات كده للاريا مانجر، اهو ده اريا مانجر ماسك المنطقه، زائد الاكواد بتاعه الموظفين، زائد الايجنت يعني اكواد الموظفين اللي شغالين في الفروع، زائد اساميهم، زائد التايتل بتاعهم، دولت ايجنت ولا مانجر ولا. تمام. ففي شويه سيلز كده امتي سيلز، اللي هي امتي سيلز دي اللي هي ايه؟ اللي هي قيم فاضيه او خلايا فاضيه احنا عايزين نملاها. فدلوقتي انا طلعت عملت لهم كده في لوك اب من فيديو كده قبل كده، لقيت ان هو في كذا واحد مانجر مش التايتل بتاعه مانجر مش ايجنت، فانا عايز ادخل المانجر دولت جوه الايجنت. فهنحصل ايه؟ في طريقتين. دلوقتي هم كام؟ هم 14 مانجر. في طريقتين انك تعمل ايه. اولا انت تفلتر باسم المانجر، اهو ركز كده، انا بديك ده اكزامبل، ده ان في شغل عندك كتير ممكن تقدر تعمله بحاجه زي كده. تختار تعمل كده فلتر وتختار المانجر، فيطلع لك قدامه البلانك، يعني حاجات دي فاضيه قدامها. فانت لو جيت عملت هنا كوبي وعملته هنا بيست مش هينزل. نرجع نعمل اهو، نرجع. طب لو عملته كده وخدته كده مش هينزل. طب ايه اللي نقدر نعمله عشان يبقى مظبوط؟ هقول لك انا تقدر تعمل ايه. في طريقتين، طريقه انا ما بستخدمهاش بس هي طريقه صح طبعا، وفي طريقه انا بستخدمها. الطريقه اللي انا ما بستخدمهاش ان انت تدوس هنا كده في السيل الفاضيه وتدوس ايكوال، دي بتساوي ده، الخليه دي بتساوي الخليه اللي جنبها، وتدوس انتر، وتروح عامل شايف انت علامه الكروس دي اللي ظهرت دي، وتروح ساحب لتحت، فبقى اللي ظاهر المانجر، وتعمل كده كلير، هتلاقي المانجر جهتيها مانجر. يعني انت لو جيت مثلا فلترت على جنب في المانجر دي هتلاقي المانجر اهو والايجنت والمانجر اهو. تمام. وتعمل هنا كوبي بيست سبيشال، عشان ده لو عملت له ديليت ده ما يتاثرش. انت تعرف لو انت عملتش كوبي بيست سبيشال ايه اللي هيحصل؟ هيحصل ان انت لو انا غيرت دي كده هيحصل لي دي زيرو، لو عملت دي كده يحصل لي دي زيرو، فانت لازم تعملها كوبي بيست سبيشال. الحركه دي تمام؟ لا تمام زي الفل. طب لو انت مثلا عايز الحركه الثانيه، الحركه الثانيه بقى ازاي؟ انك تسلكت على المانجر، دي الحركه اللي انا بعملها، وتسلكت على الامتي سيلز. الامتي سيلز دي تسلكت عليها وتسلكت عليها، على فكره صح، انت بتسلكت عليها كده وتدوس كنترول وبعد كده تسلكت دي كده. تمام. وتيجي على هوم، في حاجه اسمها فيل. انت عايز تفل من رايت لليفت،
يبقى الليفت نفل ناحية الليفت شمال كده اتعملت. ركز في الحتة دي. لو انت عايز تملى من اليمين للشمال هتبقى الشمال. طب لكن لو عايز تملى من اليمين للشمال من الشمال لليمين يبقى يمين، تبقى دي فاضية. فهمت قصدي؟ تفل من في عكس في الاتجاه، انت عايز تملى المانجر لناحيه التايتل الفاضيه دي، فهتعمل كده كده وتملى من اليمين للشمال كده في الاتجاه الشمال كده، بس هي دي، وتعمل كده وهتبقى متفلتره وكل حاجه، تيجي تعمل كده تمام وخلاص كده خلصت على كده. دي المشكله العويصه اللي احنا كنا على طول بنقابلها. طب لا صح، طب لو انت مثلا عندك مشكله اكبر بقى، لا يعني هنرجع كده شويه في فيل دي بالذات، لازم تبقى الحاجة في يعني في نفس الرو. يعني مثلا انا هشيل المانجر دي كده، انا هشيل هما دول كام 14 مانجر، انا هاخدهم كوبي كده واحطهم هنا واشيلهم من هنا كده. احنا لازم نعملها، احنا ما عملناهاش. ثواني نفلتر الاول على المانجر ونعملها دي كده، نشيلها الاول ودي ناخدهم كده كوبي ونحطهم تحت كده كأنهم تحت تمام، ونشيلهم من هنا كده تمام. لو هو يعني الداتا تحت، هتروح متسلكت من هنا كده وتسلكت على دي بالكنترول تمام، وتروح عامل فيل من تحت لفوق، يبقى ايه اب اتعملت. بس كده، دي المشكلة العويصة اللي كانت بتقابلنا كل ده. بس كده يا برنس، انت لو عايز اي حاجه في الاكسل ان شاء الله، ان شاء الله انا معاك، ان شاء الله انا في ظهرك ما تقلقش. اي حاجه في الاكسل يا جماعه قولوها لي، ان شاء الله انا اي حاجه بتبقى ويرد او حاجه غريبه كده بتقابلنا على طول ان شاء الله احلها لكم. شكرا جدا ليكم يا جماعه، وكان معكم محمد تحسين، واتمنى لو عجبك الفيديو تضغط لايك للفيديو وتشترك في القناه. شكرا جدا ليكم، وكان معكم محمد تحسين من قناه الشاجي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. طبعا يا جماعه بعد ما عجبكم الفيديو اتمنى حضرتكم تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناه. لو حضرتكم بتقابلكم اي مشاكل في الاكسل، اي مشاكل ادفانسد كده معينه، الحمد لله الواحد وصل الاكسل مراحل ضخمه جدا. حضرتكم لو اي مشاكل قابلتكم في الاكسل ادفانسد، حضرتك يا ريت تكتب لي في الكومنتات تحت، وانا ان شاء الله هرد عليكم على طول. شكرا جدا ليكم، ما تنساش تدعمني باللايك وتشترك معايا في القناه. شكرا جدا ليكم، وكان معكم محمد تحسين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.